السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم عظيم. يا رب أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي وإن تعفو فأنت به جدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كان الناس ضالين فهداهم الله به، وكان الناس متفرقين فجمعهم الله به، وكان الناس متناحرين فألف الله بين قلوبهم به. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله،
بادئ ذي بدء أسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في بيته على غير أرحام بيننا في يوم الجمعة وفي ساعة إجابة، أسأله ألا يخرجنا من صلاتنا إلا وقد غفر لنا ورضي عنا وكتبنا جميعا من عتقائه من النار ومن المقبولين. اللهم أمين يا رب العالمين. رجب هو بداية السباق، هذا هو حديثنا اليوم. كل عام أنتم بخير، فاليوم هو اليوم السابع من شهر رجب لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وهي أربعة. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة سورة براءة الآية رقم 36، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الأربعة الحرم كما أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثلاثة متوالية، يعني ثلاثة وراء بعض، اللي هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. يبقى عندنا في أربع شهور اسمهم الأشهر الحرم، شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، دول ثلاثة دايرك. وفي شهر منفصل اللي هو شهر إيه؟ شهر رجب. ومرة تانية نحكوا ليه ربنا ما خلهمش وراء بعض الأربعة وقسمهم، ده موضوع تاني مش موضوعنا الآن. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منهم شهر رجب، نحن في النهاردة يوم سبعة، منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم لا تظلم نفسك فيها، وطبعا في طول السنة مش الأشهر الحرم بس، لكن في أشهر الحرم اللي هي مواسم الطاعات ومواسم زي كما يقولون أوكازيون الحسنات، ما ينبغي أن تقترف فيها ذنبا، لأن ديت أيام مضاعف فيها الإيه؟ الخير. في عندنا معلومة اسمها إيه؟ كما يضاعف الخير يضاعف كذلك الذنب. يعني مثلا الذنب في رمضان غير الذنب في غير رمضان، ما الحسنات مضاعفة في رمضان والذنب برضو إيه؟ فعند بيت الله الحرام تعمل حسنة بمئة ألف حسنة، طب تعمل سيئة برضو تضاعف. ليه؟ أنت رايح تعمل ذنب في مسجد الحرام؟ يعني مفترض مثلا واحد سارق، لما واحد يسرق عند الكعبة كيف يكون ذنبه؟ ذنبه مضاعف، حتى أن ربنا يقول عن البيت الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يا أخي استحي على نفسك، تروح تعمل ذنب عند البيت الحرام؟ خلاص اعمل في مكانك بقى وما تروحش أصلا. معايا حضرتك؟ فشهر رجب شهر حرام، شهر محرم من أشهر الله المعظمة. وحتى معنى كلمة رجب بحثت عنها في معجم اللغة، قالوا معنى كلمة رجب معناها إيه؟ رجب يعني عظمة، ولها معنى تاني يعني هابة، ومعنى ثالث قومة، ومعنى رابع خافة، ومعنى خامس استحيا. المعاني دي كلها على بعض: هابة، خافة، عظمة، استحيا، قومة، تدل على معنى كلمة رجب. الشهر ده شهر التقويم للنفس، شهر الإصلاح للنفس، شهر التهذيب والحياء من الله سبحانه وتعالى، شهر التخويف من الله، شهر التعظيم لمحارم الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإحنا النهاردة في بدايات شهر رجب الذي يقول عنه ابن القيم رضي الله عنه وأرضاه: رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. عندنا ثلاث شهور، احنا في موسم، احنا في مصر دلوقتي بيجمعوا موسم القمح، وعندهم امل ان شاء الله ربنا يغنيهم ويغني بلاد المسلمين جميعا في الاكتفاء الذاتي، ويبقى امتنا كده تمتلك كما قال الشيخ الشعراوي الله يرحمه، تمتلك لقمتها من ايه؟ من فأسها، حتى تكون كلماتها منين؟ من رأسها مش من رأس حد تاني. فابن القيم يقول: من اراد ان يحصد، تعاوز يكون عندك حصاد يبقى تزرع. فرجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، انك تسقي الزرع بتاعك، ورمضان شهر الحصاد، فازرع الان
حتى تسقي غدا حتى تحصد بعد غد. لكن واحد ما تحركش من الآن، لازم تتحرك عشان ما تجيش في رمضان في العشر الأواخر وتقول يا شيخ والله مش عارف أنا قلبي قاسي كده، إيه الموضوع؟ لا ده موضوع خلاص بقى، الموضوع ده كنا عاوزين استعداد من قبل رمضان إنك تعمل تهيئة نفسية. ولذلك أنا أقول خطبة اليوم رجب بداية السباق، أما السباق الحقيقي في رمضان. والجائزة متى؟ هي ليلة العيد، كما أخبرنا الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، إذا كان آخر ليلة من رمضان، ربنا يبلغنا رمضان إن شاء الله، كان من دعاء النبي اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان، أسأل الله لي ولكم هذا إن شاء الله. إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لجميع المسلمين. فقال الصحابة هي ليلة القدر؟ قال لا. أرأيتم إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم فكذلك، فأنت زرعت وغرست وسقيت فتحصد من حقك هذا. فإخوة هذا الشهر العظيم شهر رجب هو شهر الغرس، ابدأ من أن اغرس حتى تحصد عند الله سبحانه وتعالى. من العجيب أن الله جعل للجنة ثمانية أبواب، ومن الحسرة ألا تجد لنفسك بابا. يعني الشيء الجميل أن الجنة لها ثمان أبواب، وحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لا نقف على علمها. لماذا ثمانية أبواب يعني؟ طب ما كان يعمل باب واحد كبير يأخذ كل الناس، قادر؟ قادر. أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر؟ قادر ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى، لكن عمل ثمانية ليه؟ ليه ثمان أبواب؟ عشان يبقى في رحمة ربنا واسعة والخير عظيم. إذا كان للجنة ثمانية أبواب، من أي باب أنت وأنا؟ حدد لنفسك بابا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان من أهل الصدقة دعي يوم القيامة من باب الصدقات. يعني أبواب الجنة لها أسماء، الباب ده اسمه باب الصدقات، وده اسمه باب الصلاة، وهذا اسمه باب الريان، وهذا اسم، وهكذا أبواب. فمن كان من أهل الصدقة دعي من أهل الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من أهل الجهاد. ها وأنا بنتكلم كده أشوف نفسك فين. ومن كان من أهل الصلاة دعي من أهل الصلاة. ها صلوات الخمسة عاملين معاك كم صلاة في المسجد؟ ومن كان من أهل الصيام، ها رمضان وغيره احنا في شعبان نبدأ الصيام بقى ونستعد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. يلا ها انت من أي باب؟ فسيدنا أبو بكر بيسمع النبي والنبي شغال، قال ومن فعلها؟ طب واللي يعمل كل دول؟ قال يدخل من أبوابها الثمانية وأنت أولهم يا أبا بكر. أبو بكر سابق سباق في الخيرات. فأبواب الجنة إخوة إذا كانوا ثمانية، لكن لابد أن تحدد نفسك بابا من الآن، يبقى أنا عارف نفسي إن شاء الله إن شاء الله الباب ده تبعي، وبعد كده بقية الأبواب ما تزعلش، يبقى أنا مستعد. يقول ابن القيم اضرب في كل عبادة بسهم، يعني خلي لك في كل حاجة كده. إيه في الصيام؟ ما ننساش نفسي، نصوم لثلاث أيام، أصلا مش متعود على الصيام، نصوم السنة دي عشان يبقى لي في باب الريان، عشان لو ضاقت علي الأبواب نلاقي في باب الريان معايا. في صلاة الليل أهو يا أخي لو كل أسبوع ركعتين بالليل، وعلى فكرة كلمة قيام الليل إحنا بنخاف منها شوي، يعني ناس كثيرين يعني يحس كلمة قيام الليل دي صعبة، أنا أقيم الليل؟ لا ده الموضوع بسيط جدا. أنت عارف أنت تقيم الليل يعني بكام؟ يعني لو بعد صلاة العشاء روحت البيت اتوضيت قبل أن تنام وصليت ركعتين، قرأت في الأولى بقول أعوذ برب الفلق، والثانية قل أعوذ برب الناس، هذا قيام الليل والله، هذا قيام الليل. ولو استيقظت قبل الفجر بعشر دقائق قبل الأذان وصليت ركعتين بعشر آيات أو بخمس آيات، هذا قيام الليل. موضوع مش صعب، بس احنا بنصعبها. أصل قيام الليل احنا هنفضل نصلي من الساعة واحدة لحد الساعة خمسة، ليه يعني احنا مرناش للصلاة؟ لا مش كده، ما حدش قال لك صلي خمس ساعات، ولا حد يقدر يعمل كده. الوحيد اللي عمل كده كان واحد صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ده كان موضوع تاني بقى. كان يصلي حتى تتورم قدماه، وفي حديث الترمذي كان يصلي حتى سالت قدمه دما، رجل النبي جاب الدم ومن الألم رفع قدم كده ما عادش قادر، وبعدين ينزل اليمين ويرفع الشمال. فنزل القرآن على النبي بصورة ايه؟ طه، وفي قراءة ايه؟ طأها. عارف طأها يعني ايه؟ يعني نزلها بقى ضعها. ما أنزلنا عليك القرآن ليه؟ لتشقى. وربنا منزل القرآن عشان يعذبك يا محمد؟ أبدا، إلا تذكرة لمن يخشى. وقال له بقى إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه
والصحابة كانوا معاه وطائفة من الذين معك في الآخر، قال له إيه؟ فقرأوا إيه؟ ما تيسر من القرآن. ربنا عارف، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض لقمة العيش، شغالين تعبانين، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه. قيام الليل بحاجة بسيطة جدا، الموضوع مش صعب، هو يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. اضرب في كل عبادة بسهم، مرة في عمل الخير، مرة في الصدقات. ولذلك أنا أدلك اليوم على أبواب الخير لمن أراد أن يكون من السابقين، لمن أراد أن يبحث عن أبواب الجنة. عاوز أبواب الجنة الثمانية، اسمع الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، ما من عبد يتوضأ فيسبغ الوضوء أو يحسن الوضوء ثم يقول بعد أن يفرغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إيه رأيك، صعبة دي؟ أو كلمتين هم، نعيدهم تاني. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء أو يحسن الوضوء ثم يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إيه اللي يحصل له؟ فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، الثمانية. وفي رواية للترمذي زود حتى كمان، ثم قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لو أنك ذكرت هذه الكلمات تاني مرة ثالثة، من قال بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله، حبيت تزود الثانية يبقى كويس: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. طب ما حضرتك بتصلي وبتتوضأ كل يوم، إيه رأيك لما تعمل كده؟ بس تستحضر النية إن شاء الله، أننا لما نعمل كده ربنا يفتح لأبواب الجنة الثمانية. أبواب كثيرة، كسر خير الله وطاب. النبي صلوات الله وسلامه عليه ذات يوم يسأل الصحابة: من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم أصبح اليوم وقد تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم زار اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما اجتمعنا في عبد إلا أدخله الله الجنة. دي أشياء بسيطة جدا لمن أراد، حقوق المسلم على المسلم، حقوق المسلم على المسلم زيارة المريض، حقوق المسلم على المسلم اتباع الجنازة، حقوق المسلم على المسلم أن تأخذ بيديه وقت الشدة فتساعده، صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، نعرفوهم. حق المسلم على المسلم خمس: عيادة المريض هو مريض تزوره، واتباع الجنائز لو مات وتوصله لحد القبر، وتشميت العاطس لما يعطس، ما تقولش جود بلاس، تقول ايه رحمك الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول تشميت العاطس. وأربعة: إجابة الدعوة، لما يدعوك تروح عمل مناسبة وعنده ودعك تروح تحضر المناسبة بتاعته. وإجابة الايه يعني عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام، ذكرك الله بالخير، ورد السلام. لما أقول لك السلام عليكم ترد عليه السلام، دي حقوق المسلم على المسلم. ولذلك النبي يقول: من أصبح منكم اليوم صائما، صيام تطوع. وإحنا في رجب يا إخوة، ونبدأ نستعد بقى، نهيئ نفسي خلاص، اثنين وخميس إن شاء الله في رجب، اثنين وخميس عشان نستعد لرمضان، رمضان طويل، فنبقوا مهيئين نفسيا من الآن إن شاء الله رب العالمين. من صام يوما، خذ مش السباق، مش إحنا بنتكلم عن السباق، يلا خذ سباقه. من صام يوما، طب خذ يوم واحد في رجب، والله يوم واحد يكفي. من صام يوما ابتغاء مرضات الله، يعني يوم تطوع، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، ربنا يبعدنا عن النار يا رب العالمين. يوم واحد صعب، يوم تاخد انت وزوجتك اولادك وتهيئ نفسك كده ونصوم يوم في سبيل الله سبحانه وتعالى، 70 خريفا، 70 سنة بصيام يوم بسيط جدا. ايضا: من منكم تصدق اليوم بصدقة؟ ابو بكر يقول: انا يا رسول الله. وما أعظم الصدقات وعندما تكون في السر، لما تخرج صدقة كده فتطعم بها مسكين أو جائع، كما جاء في الحديث القدسي: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. تخيل معي الحديث ده كده، إن ربنا يوم القيامة يقول لك: عبدي استطعمتك، يعني طلبت منك الطعام فلم تطعمني.
يقول العبد: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال الله سبحانه وتعالى: استطعمك عبدي فلان. والله انت في مره في المسجد عملوا فندريزا وقالوا فيه عشان المرضى ولا عشان الجائعين ولا عشان الفقراء ولا عشان الناس مش عارف المحاصرين، وانت عرفت وما طلعتش حتى 50 دولار. كان ممكن تعمل كده، انت بتاخد 50 دولار تروح ترميهم في كاسكو وتروح، مش مشكله، مش ما قلتش 100 دولار، قلت 50 دولار، لم تخرجها. عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ يقول الله: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هتجد دي عند ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو ما يبقى. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدة عائشة قالت: ذبح لنا النبي شاتا أو عنزا صغيرة، ثم أخذ يوزعها على فقراء المهاجرين والأنصار، فضل يوزع يمين وشمال حتى بقيت منها الزراع، يعني قطعة لحم صغيرة كده. فقلت: حسبك يا رسول الله، ذهبت كلها إلا الزراع، ما عادش فضل لحاجة، ما تسهلش، ذهبت كلها إلا الذراع. ماذا قال النبي؟ كلنا حافظين الحديث. قال: بل بقيت كلها إلا الإيه؟ إلا الذراع. ربنا ينادي: يا ابن آدم ما لك تقول مالي مالي مالي، يعني فلوس، وأنا معايا فلوس فلوس، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يعني وازن، يعني اعمل موازنة كده. من منكم تصدق اليوم بصدقة وبكر؟ أنا يا رسول الله. من منكم زار اليوم مريضا؟ أنا يا رسول الله. زيارة المريض يا جماعة اللي احنا بنغفل عنها في هذه البلاد، لا، عاوزين نتواصل مع بعض حتى ترتبط الجالية بعضها ببعض. نسمع عن أي أخ مسلم، باكستاني، هندي، مصري، عربي، أمريكي، روح زوره حتى تتصل هذه الرحم، رحم الإسلام، رحم الدعوة، ونحن في بلاد الغربة. من زار مريضا قال: أنا يا رسول الله. وخلي بالك بقى حديث زيارة المريض ده، دي أعظم أجرا كمان. عبدي مرضت فلم تزرني، ربنا يقول لك كده يوم القيامة: أنا مرضت. ربنا يقول: أنا مرضت فلم تعدني. يقول ربي: وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ يقول الله سبحانه وتعالى: مرض عبدي فلان فلم تعده، يعني لم تزره، أما إنك لو زرته لوجدتني عنده. لما بيكون في واحد مريض وتروح تزوره تجد الله عنده، الله عند المريض، الله ربنا بيكون عند المريض. سيدنا الشيخ الشعراوي يقول: إذا كان الصحيح معه النعم فإن المريض معه المنعم. لو المريض معه النعمة الصحة والعافية فالمريض مع مين؟ المنعم سبحانه وتعالى. أيهما تختار، النعمة أم المنعم؟ نسأل الله النعمة والمنعم، اللهم أمين يا رب العالمين. في الحديث الصحيح: من زار مريضا ممسيا أرسل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. الله، حديث في الصحيح ده ببساطة خلاص كده. بعد ما صليت الجمعة أنت المغرب سمعت إن في واحد تعبان، فروحت الهسبتال وقعدت 5 دقائق، ما عملتش غير حاجة غير كده، 5 دقائق بس، سلامات طيبين، ورحت روحت. تعمل إيه الزيارة ديت؟ 70,000 ملك، بالله عليك تركز، الأرقام ده مش من عندي، من عند ربنا. 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، يعني مكان في الجنة. ومن زار مريضا في الصباح أرسل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. بل قال صلى الله عليه وسلم، أخوانا افسحوا لإخوانكم، تقدموا جزاكم الله خيرا، افسحوا يفسح الله لكم، افسحوا لإخوانكم، تفسحوا لإخوانكم جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن نتزاحم جميعا على باب الجنة إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: من زار مريضا ناداه مناد من قبل الله تبارك وتعالى أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من منكم تبع اليوم جنازة؟ يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. حق المسلم اتباع الجنازة، ودي بنلمسها كثيرا يا إخوة. تجد الجنازة هنا فيها 10 15 20، لا، تسمع بأي حد مسلمات تأتي تحضر تشهد الجنازة بقدر استطاعتك، بقدر استطاعتك، استأذن من العمل ساعة ساعتين، اجتهد في هذا، لو علمت أجرها والله ما تخلفت عنها. قال صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يدفنها كتب له في الجنة قيراطان. القيراط الواحد مثل جبل أحد، ومن سار معها صلى عليها ثم عاد كتب له قيراط واحد.
يعني انت لو سمعت ان في جنازه وجيت صليت على في المسجد الجنازه وانصرفت اخذت قيراط يعني مكان في الجنه بثقل جبل احد، واذا صرت ما حتى الدفن اخذت قيراطان مثل جبل احد، خير عظيم. بدايه السباق تبدا من هذا الشهر الكريم، فعيب ان يكون للجنه ثمانيه ابواب ولا ندري اين بابنا امام الله سبحانه وتعالى. والله ينادينا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. دي صفات الناس اللي عاوزين جنة. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا إخوة عجبت للجنة كيف نام طالبها، يعني اللي بيحب الجنة ده كيف يأتيه النوم، وعجبت للنار كيف نام هاربها، واللي خايف من النار كيف ينام ويغط من النوم. من أحب الجنة عمل لها، ومن خاف من النار هرب منها. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، أدلج يعني سار ليلا وأسرع الخطى ليلا، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أقول أيها الجمع الكريم، في هذه الأيام المباركات في شهر رجب نستعد للقاء الله تبارك وتعالى، ونستعد لاستقبال شهر عظيم كريم هو شهر رمضان المعظم. لا ندري رمضان حيأتي إن شاء الله، لكن لا ندري هل يأتي رمضان ونحن على قيد هذه الحياة، أم يأتي ونحن تحت طبقات الثرى، لا تدري. لكن الذي نعرفه جيدا أننا نحن الآن أحياء، ونستطيع أن نقدم، ونستطيع أن نبذل، ونستطيع أن نقدم شيئا لأنفسنا نلقى الله تبارك وتعالى به، كما تسابق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما اجتهدوا رضوان الله عليهم فبلغوا المنزل، استشعروا الأمان. أما نحن فما زلنا لم نأمن نهايتنا. أقول يا إخوة، نحن قلقين على دنيانا ولسنا قلقين على أخرانا. الواحد فينا مشغول بالمستقبل، كلنا، أنا شخصيا مشغول بدنيا، مشغول بالمستقبل، كيف حال أولادي وظروفي وفين استقراري، مشغول بهذا. فهل شغلنا للآخرة؟ نحن نمهد للنومة الصغرى، كما قلت بتهيئ حجرة النوم بتاعتك وتبردها وتكيفها وتدفيها، فهل هيئنا للنومة الكبرى؟ قبر الأخير رحم الله هارون الرشيد، وكان ملكا، وعلى فكرة هارون الرشيد هو الخليفة المفترى عليه، لا تصدقوا أفلام التلفاز أنه يعني كان من أهل الجواري وريش النعام، هذا كلام كله كلام ليس من الحقيقة بمكان، هو خليفة مظلوم مفترى عليه. هارون الرشيد هذا عندما تقدم به السن ذهب وأمر أن يحفر له القبر، هو كان خليفة، فحفر قبره، فجلس على شرفة القبر ونظر إليه وبكى وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. قال: الملك بتاعي خلاص بينتهي، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وكان بعض الصالحين يصنع لبيته لنفسه في بيته قبرا، يعمل قبر في البيت أخدود كده ويجي بالليل ينام فيه، وبعد ما ينام شوية يقول: يا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما أتركت، ينادي على ربنا: رب ارجعون. ثم يقوم يخرج من القبر ويقول: يا نفسي أنت قد رجعتي، أديك رجعت هتعمل إيه؟ يعني شفت الاختبار. أنا ما بقولش حد يعمل كده، لأنه حدش هيعمل كده، ما حدش فينا، وهذا ليس مطلوبا، لكن أضرب لك مثالا. بعض الناس كان يضع في بيته كفنا، أمثلة نماذج يعني، مش مطلوب أنك تعملها، لكن أمثلة. حدش فينا يعمل كفن، كان يجيب الكفن يحطه كده في وسط الملابس بتاعته على جنب الكفن، عشان لو الدنيا شغلته شوية وشوف البدلة البيج والبدلة الرمادي والبدلة السوداء والبدلة الحمراء والبدلة إلي فيهم بدلة إيه؟ بيضة وما فيهاش زراير وما فيهاش أي قماشة بيضة، هي دي البدلة اللي احنا هنلبسها في الآخر. أنا أقصد شيئا يذكرك بلقاء الله تبارك وتعالى، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل الصحابة الأبرار، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، نقف اليوم يا إخوة على أركان الصلاة. نحن نتحدث في الفقه في أركان الصلاة في هذا اليوم.
أول شيء في أركان الصلاة بعد أن توضأت وقفت واستقبلت القبلة تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام هي ركن أو الركن الأول من أركان الصلاة. ينبغي أن تقف وترفع يديك بحزو من كبيك وتقول الله أكبر واضحة، هذه ركن من أركان الصلاة. يعني ليست بقية التكبيرات كلها سنن، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، الرفع منه، كل ده سنن. أما التكبيرة الأولى إيه؟ ركن من أركان الصلاة. ولذلك هناك خطأ يحدث كثيرا، ركزوا معي، إيه الخطأ اللي بيحدث كثيرا؟ أن هناك من المسلمين من يتركون تكبيرة الإحرام. ليه يا شيخ ما بيحصلش؟ لا بيحصل، وحنقول لك بيحصل إزاي. بتدخل من برة تلاقي الجماعة شغال، الإمام بيصلي والإمام راكع، بتجد الجماعة شغال والإمام راكع، تجي عامل انتزاع وصلح الركعة ما الله أكبر، بتجي راكع. حضرتك سؤال، يعني دي تكبيرة إحرام ولا تكبيرة ركوع؟ عاوزين نعرف، أنت حدد حضرتك يعني فيهم. إن كانت دي تكبيرة ركوع يبقى تركت تكبيرة الإحرام، يبقى صلاتك ما نفعتش أصلا، لأن أنت ما دخلتش أصلا الصلاة، مفتاح الصلاة مش موجود معاك. زي اللي ركب سيارة من غير مفتاح، مش ممكن تمشي سيارة، فمش ممكن تنفع صلاة ما فيهاش تكبيرة إحرام. يبقى هيقول لك خلاص، طب دي تكبيرة الركوع، يبقى تركت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أمال ماذا أفعل لو دخلت ووجدت الإمام راكع؟ ماذا تفعل؟ تكبيرتين، الأولى الله أكبر، دي تكبيرة إيه؟ الإحرام، كده دخلت في الصلاة. والثانية الله أكبر، وإيه؟ وتركع أو تسجد كما هو الإمام في الحالة اللي عليها الإمام. يبقى إذا دخلت ووجدت الجماعة قائمة والإمام في وضع غير القيام، تقول تكبيرتين، تكبيرة فتح الصلاة الله أكبر، ثم التكبيرة الإيه؟ الثانية اللي هي تكبيرة الركوع أو السجود، وإلا أنت كده ما دخلتش الإيه؟ الصلاة. يبقى أول ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، طبعا في النية في الأول، وإحنا عارفين أن النية ركن في كل العبادات، عشان كده ما ذكرتهاش. كل الأعمال لازم فيها نية في الأول، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الركن الأول تكبيرة الإحرام. الركن الثاني قراءة الفاتحة. والفاتحة يا إخوة هي سبع آيات مش ستة، يعني ما تبدأش الفاتحة كده الحمد لله رب العالمين في بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ أنت بتقول الحمد لله رب العالمين، بس بنسمي في سري. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث كثيرة، معظم الأحاديث أن النبي كان يقرأ الفاتحة سرا ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين. المهم أنك لازم تقرأ الآية نمبر وان اللي هي إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب لما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم يبقى أنت ما قرأتش الفاتحة، لأن ربنا بيقول في القرآن الكريم ولقد آتيناك سبعا من المثاني، يعني الفاتحة اسمها السبع المثاني، سبع ما قالش الستة، سبع مثاني، والقرآن العظيم سورة الحجر. يبقى لازم لما تقرأ الفاتحة تقرأ إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الركن الأول من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، هذا الركن الثاني. أنا بنتكلم عن الأركان. الركن الثالث الركوع، مش قراءة السورة، السورة ده موضوع تاني، دي سنة. الركن الثالث الركوع، إنك تركع. الركن الذي بعده الرفع من الركوع، يعني تقول سمع الله لمن حمده ويستقيم ظهرك. طب لو واحد راكع واختصر الموضوع، يعني وقال لك بدل ما نقول سمع الله لمن حمده من تحت نجي إيه؟ نجي نازل على طول كده، يعني من الركوع على السجود على طول، إيه الفكرة؟ يعني سمع الله لمن حمده أي حتة وانزل وخلاص، ما ينفعش، يبقى تركت ركن صلاتك باطلة. الرفع من الركوع هو ركن، ثم السجود السجدة الأولى ركن، ثم الجلوس ركن ثاني، ثم السجدة الثانية ركن ثالث، وهكذا. يبقى أركان الصلاة تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود والسجود الثاني والرفع من السجود الثاني، وفي النهاية قراءة التشهد طبعا في آخر إيه؟ ركعة. وركن آخر اسمه ليه؟ الإطمئنان. يعني الإطمئنان يعني وانت بتقرأ تقرأ بالراحة، وانت راكع سبحان ربي العظيم بالراحة، وانت جالس بين السجدتين بهدوء باطمئنان. ده اسمه ركن من أركان الإيه؟ الصلاة، ونستكملها في خطبة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اجعل جمعنا جمعا مرحومة، واجعل افتراقنا من بعده معصومة، ولا تجعل فينا شقيا ولا محرومة. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان، اللهم بارك لنا في
رجب وفي شعبان، اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم احفظ المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ ظمأهم وصن أعراضهم يا رب العالمين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم احفظ أولادنا واستر بناتنا وصن أعراضنا، اللهم احفظ نساءنا ووفق قادتنا لما تحب وترضى، وبلغنا مما يرضيك آمالنا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.